في يوني انا وله غرور يعني عشان الناس يقول ايه شاف روحه، لا يتمنى يمثل معي ومن يمثل معي عمل عملين رفع راسه، لا ده شوي حبيبي، واللي سواك يسوي غيرك زين. انزين، في عمل، طيب في عمل راح يجمعك، يجمعكم انت مع البلام والعنان وخالد عجيرب؟ ما اعتقد خالد عجيرب ممكن، بس يمكن البلام والعنان هم الان شكلوا لهم مجموعه يعني، يمكن الحين حسن انا ترى فخور فيهم كلهم، لان هذا كلهم طلعوا من فروقي، فلما تشوفهم ماسكين الساحه كانتاج فتستانس انت طالعهم يعني، طالعهم هذين اللي طلعوا من عندك، مثل المدرس او المدرسه خرجت اجيال يخرج أجيالي، اي، نعم فمن سوري يعني من المعيب والخطا اليوم يحطونك منافسه معاهم، لا ينافسون جيلهم، ينافسون ربعهم اللي معاهم طلعوا، وانا ما اعتبر الفن منافسه، مو من رياضه ومو دوري صحيح من اللي طلع صحيح الاول، لا احنا عندنا عروض الوان مسرحيه، اليوم يعجبك اللون تروح له، قد في واحد يقدم مسرحيه طارق على قدم مسرحيه يمكن ما قب الجمهور ما احبها وايد، نعم مو معنى انه طاح، لا ما صحيح لون هذا، وقدم غيره من الشباب الصغار يولى المسرحيه، فلكن تظل انت معروف هذا يعني أكيد نفسك اللي من طيب جيلك، نعم فهذا من طبيعي الاخطاء ساعات بعض الحسابات للاسف، انا واحد كتبت له انت من المعيب انك مره واحد حساب حط مقارنة من الكوميديانات، أنا طبعا ما أحب هالشيء لأن أنا أعرف روحي وأعرف داود وأعرف فلان، فحط مقارنة بيني وبين داود وعبد الناصر وأسماء شبابية مثل حسن البلام على العجيرب على العنان على مدري من، فقلت له غلط، تظلم داود تظلم طارق تظلم عبد الناصر درويش، اليوم أنت تجعل معلش حسن أخونا وولدنا لكن اليوم ما هو من سوري بهالكلمة يعني مو من جيلنا، طبيعي صحيح. اليوم انا لما ايام سيف العربي يقول طارق انت، قلت لا مساكم الله بالخير، انا تو دزوا لي فيديو في الاخ طارق العلي الفنان مع جاسم الهويدي يسولف ويقول ان انا والعونان وهذا احنا خريجين فروقي. انا بوصل لك رساله يا اخ طارق العلي يا فنان، انا ما اطلع بالسوشيال ميديا وقلت لك ما راح اتناجر معاك بالسوشيال ميديا، لكن طالت وشمخت بس تكفى يرحم والديك وخر عن طريقنا ولا تذكر اسمي ولا كأنك عرفتني اذيتني، من قال لك انا خريج فروقي؟ شنو هذول الشباب كلهم تخرجوا من فروقي؟ انا الحمد لله اسمي طيب وقبل لا تسوي شركه فروقي انت وين قاعد طارق؟ ترى كل المسرحيات اللي مثلتها معاك انا ترى هي خمس مسرحيات والباقي تاريخي كله مع داوود، مسرحياتي مسلسلاتي انا عندي برنت كامل، عندي مسرحياتي وعندي اللي معاك واللي مع داود مطلعه من زمان، لان ادري فيك بالتماده. انا ماني تلميذ احد، انا تلميذ كل، واذا انا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى فضل هالجمهور الكريم حققت جمهور حققت نجاح فهذا بمجهودي وهذا بفني. داود حسين اللي هو داود حسين اللي من اول عمل انا معاه لين صرت نجم يقول حسن البلام وانا اللي طلعته اللي طلعته موهبته، بس كلام فاضي يا طارق الله يرحم والديك. بس يبا ايش فيك انت؟ تعال احط لك انا تاريخي انا كم عمل وكم هذا، ما عندي انا معاك ولا مسلسل تلفزيوني، مسرح لي خمس مسرحيات من 30 مسرحيه، بسك يبا ماني خريجك ولا اني تلميذك، انا تلميذ كل من اشتغلت معاه. حبيبي يرحم والديك وخر عني، لا تجيب طاريي لا تجيب طاري سؤال ينسأل غير ذابحك. وبعدين ودي اقول لك شيء وايد مهم بالسناب الجايه، الناس يا طارق يا علي يا طارق حمود علي حبيبي انت، الناس لا هي بالكورونا وناس قاعد تموت وكورونا والدنيا حجر واحنا برا الكويت ومو قادرين نرد ولويا، انت وينك وين اللويا ومقارنات المسرح والفن؟ ايش تبي؟ الهب مشاكلك الهب دنياك الهب حالك، خلنا احنا بحالنا، احنا مو قاعد نذكرك بسك، كل سنه تراجر مع احد تختلف مع احد وباكر تدور احد، بس يا حبيبي لا خلاص انساني، انا طلعني من راسك، انا حبيبي تلميذ كل ما اشتغلت معاه، واذا كنت تلميذ تلميذ داود حسين، واضح تلميذ داود حسين،
انت الفضل لله سبحانه وتعالى، لا انت تقول شنو سويت، خلي الناس تقول انت شنو سويت لها، بس اكتمنن. قلت لك يا طارق، الناس كورونا، الناس مو فاضيه حق مشاكلك انت وحسن، احنا اخر همهم، الفن اخر هم الناس. عيش نجاحك، عيش فنك، عيش ابداعك، عيش اي شيء تبي تعيشه بعيد عنا، عن قروبي وعن ربعي وعن عن حياتي. ايش تبي رايح بتكلم والله حسن وهذول والعونان كلهم خريجين فروقي؟ انت وايد مشتط ترى بفروقي، عمري انت فروقي اي حال، حال اي شركه انتاج، حال حال اي شركه انتاج، لها زمن تنجح ولها زمن تفشل، لها زمن ترد تقوم تنجح. حبيبي انت شيلني من مخك، انا مو قاعد اشوفك، انا قاعد اشوف طريقي، بسك الزن هذا الدرل اللي على اذنه ما نبي، اللي بيدش يلومني يلومني، اللي بيدش يكتب يكتب كيفكم، بس احنا ملينا. بس يا طارق كورونا، وبعدين في شيء، في كلمه نسيتها انا، ان المدرس يستانس بطلبته. من قالك انت مدرسي؟ ومن قالك انا تربيت بمدرستك؟ ومن قالك انا الخط اللي قاعد امشي نفس خطك؟ اذا انت مدرس حق ناس انا ما عندي، انا مدرسي داود حسين. رضيت ما رضيت كيفك، مدرسة التقليد، مدرسة التمثيل، مدرسة هذا، لا يكون طارق العلي انت ماير هورد ولا ستانسلافسكي ولا منو جروتوفسكي، ما في مدرسة تمثيل. انا اقول من معلمي، انا اقول من اللي رباني مسرحيا او تمثيليا. ما تي تقول انت المدرس، اذا انت عد نفسك مدرسة للناس اللي يعدونك انت مدرسة. انا ما عندي مدارسي، انا عارفها ومعترف فيها لنفسي. ما انت مدرستي يا طارق، تبي نجرى بالسوشيال ميديا ياتك بالسوشيال ميديا، ما حشمنا نفسنا وتمينا بالبيت، بس انت ما تبي.